اكشن. مرحبا بمونامي، مرحبا بلالة فاطمة. لا هو فكرة جميلة من كتابة سفيان الدخيسي لقصة بسيطة ولكن عميقة، ذهبت بشخصيتين متقاعدين، إنسان من الخارج وإنسان في المغرب، وقعت لهما مغامرات ومطبات في شكل كوميدي درامي كوميدي مثير يدور حول الصداقة، حول الخيانة، حول الغش، حول العشق، حول عدة مواضيع كتعاطي المخدرات إلى غير ذلك. وهو فيلم من إنتاج ذاتي، من إنتاج ذاتي، لهذا تطلب عدة تضحيات مادية لتوفير ديكورات مهمة جدا وإكسسوارات مهمة جدا، لأنكم تعرفون بأن السينما أولا وقبل كل شيء صناعة تحتاج إلى تقنيين أكفاء، إلى أكسسوارات أكفاء، إلى غير ذلك. وهذا كان من الصعوبة لأنني أنا وفقت شيئا ما في الوثائقي، فكانت تجربة وتحدي وصراع ومغامرة في نفس الوقت. أقول للجمهور المغربي وكذلك لعامة المشاهدين بأن يشاهدوا فيلم دوار العفاريت، لأنه فيلم اجتماعي، فيلم درامي كوميدي يمكن أن يشاهده الجميع. دوري في الفيلم هو دور بسيط جدا ديال واحد المراه اللي هي مولاة الدار ما قرياش، راجلها كان خدام برا ومن بعد صافي خدا لانتريت ديالو وجا دخل المغرب، ومن بعد غادي يشري واحد الطوموبيل، ومن بعد غيكتشف ان هذيك الطوموبيل مسروقه، وهنا غتبدا الاحداث. ما بغيتش نحرق المراحل. المهم داخل شويه فكاهه، شويه تشويق، شويه فيلم اللي غادي يقدر يتفرج فيه الجميع مع العائله ديالو، مع الاصدقاء ديالو، مع خوتو، مع خواتاتو، يعني ما غاديش يتحرج انه فيه كلام خايب او لا فيه شي حاجه من الخلاعه ولا شي حاجه. يعني الفيلم اللي غادي يبغيو يتفرجوا فيه المغاربه بصفه عامه. كنتمنى انه هذا الفيلم ينجح لاننا حنا تعذبنا عليه، وفي نفس الوقت ما بغيتش ان المنتج ديال هذا الفيلم يخسر، لانه اولا هذا اول فيلم ليه وما خايدش الدعم لانه كيصرف من ماله الخاص. هذا الفيلم الوحيد اللي تخلصنا قبل ما نساليو، خلصنا قبل ما نساليو خدمتنا، ما عمرها كانت في شي شركه ولا ما كانت في شي بلاصه. كلشي بخير، كلشي ناشط، كلشي على ما يرام، كلشي كيدوز في اجواء زوينه. احنا تلاقينا ممثلين، معنا الفنان الكبير اللي كان لي الشرف اني كيف قلت لك اني كنت في جنبه، وساعدني الحظ لاني انا كنت من المعجبين ديالو، سي الكغاط. سي الكغاط فنان بمعنى الكلمة، فنان كبير كبير وصعيب أنك توقف بجنبه، قمة الأخلاق، قمة التواضع، قمة الاحترام. ملي كيكون عندنا المشهد كيدرب معك، ما كيقولش كلا أو لا ما بغيش ندرب، دائما كيحضر في الوقت، كيجلس معانا، كياكل معانا، كيتجمع معانا، ما عمرو شي نهار فارقنا خلال مدة التصوير كله. الدور ديالي أني هذا دور بالنسبة لي ما عمرني درته، لأن واحدة اللي
ما عارفه والو، راجل اللي كيوريها واللي كيقول لها هذه شنو هي، هذه شنو هي، كيشرح ليها. يعني دور بسيط كيف قلت لك، بسيط جدا. مراه جالسه في الدار مقابله دارها وراجلها ولدها، صافي هادشي اللي كاين. غادي نقول لهم سيروا تفرجوا في الفيلم، لان المغاربه كيبغوا الافلام اللي كتكون قريبه ليهم بزاف، يبغوا يتفرجوا مع عائلاتهم، لان غالبا فاش كنكون خارجه وشي حاجه كيقولوا لي حنا كنبغوا الافلام اللي كنمشوا نتفرجوا مع عائلاتنا، ماشي نتفرجوا وحدنا، نتفرجوا هذا كيتفرج وحده وهذاك وحده وهذاك وحده. لا، كنبغوا شي فيلم ولا مسلسل اللي كيكون عائلي، نتفرجوا فيه كاملين وما خايفينش، ماشي نقولوا راه لا غادي يكون شي كلام خايب او لا غيكون شي لقطه ماشي هي هذيك. هذا فيلم عائلي، فيلم اللي كيقدر يتفرج فيه كل شيء، يتفرج فيه وانت مرتاح مع اختك مع امك مع باك مع كل شيء. اكسيون. بالنسبه للفيلم السينمائي دوار العفاريت، كان الاختيار ديالو باش نصوره في القصيبه لانني انا كنحب الطبيعه وكنحب المناطق الجبليه وكنحب المناطق اللي هما مدن صغرى. هادشي علاش انا جيت للقصيبه، وكانت عندي تجربه قبل من هذا الفيلم اللي هو الفيلم دوار العفاريت. كانت عندي تجربه ديال التصوير ديال فيلم امغار، ربح الجائزه الكبرى بلندن، وشام شارك الحمد لله هذه الساعه مع الثاني في المهرجان بمدريد باسبانيا. والتجربه اللي هي دخلت لها اول تجربه في انتاج فيلم طويل سينمائي بمدينه القصيبه، واول فيلم كيتصور بهذه المدينه، وتستحق هذه المدينه بان الجمال الطبيعه ديالها. والحمد لله كان التصوير ممتاز وكانوا ممثلين في المستوى، وخلطنا ما بين الممثلين اللي هما شباب وهما يعني ممثلين كما نقولوا ليس بشياب، ولكن اللي هما كبار في السن. هذا علاش تكلموا. شكرا لكم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.